دلوقتي هنقابل الدكتورة هالة بركات، وهي باحثة في تراث الطعام المصري وساهمت بقوة في مراجعة جميع الأطباق ومكوناتها اللي بتتقدم في بيت القومي للحفاظ على طابعه التراثي. يعني ايه تراث مصري في الأكل؟ كل طبق ليه حكاية تاريخية، وحضرتك دارسة الكلام ده، والمطبخ ده اتعمل بأساس علمي بيت القومي. احكي لنا ازاي من وقت الحضارة المصرية، او كمان احنا نسميها الحضارة المصرية، ابتدت وابتدت الزراعة في مصر، وابتدى يبقى فيه الناس بتاكل كل يوم، بس بتاكل بطريقة معينة. حقيقة ما عندناش وصفات قديمة، لكن عندنا ايه الحاجات اللي كانوا بياكلوها، بقايا النباتات والحيوانات والبذور والحبوب والفواكه والخضروات، وكل ده على مدى الاف السنين بنقدر برضو نعرف التغير اللي حصل. يعني الرز المعمر ده مصري؟ المعمر مصري، يعني معنى ان احنا عندنا وصفات الرز. طبعا بدأت بعد ما العرب دخلوا، والحقيقة العرب هم أول من كتب كتب طبيخ. أول كتاب طبيخ اتكتب كان في بغداد، لقيت حاجة مهمة جدا، وبالتالي عندنا كتاب الطبيخ اسمه كتاب الطبيخ كمان للبغدادي، وده كان أمير. هل في وصفات مصرية ولا هوا عربية بشكل عام؟ بعد كده عندنا كتاب تاني في دمشق، وبقى عندنا كتاب تالت في مصر، كنز الفوائد في تنوع الموائد، ده من القرن الـ14 في وصفة الرز المعمر. ايه الطبق اللي احنا ممكن بنحبه النهاردة وما عندناش خلفية ان هو من 1000 سنة؟ الكشك، لان الكشك بيرتبط بحاجتين، بالقمح دي حاجة بنزرعها بقالنا 7000 سنة، واللبن اللي هو رايب. طب ليه بسهولة كده بيقدر يغزونا المطعم التركي، المطعم الإيطالي، مطعم السوري؟ ليه بسهولة بيغزونا كده؟ والله حضرتك حاجة انا عندي برضو فيها رأي، ان دي مش حاجة وحشة في حد ذاتها، ان احنا نبقى مجتمع مستعد يتقبل بحاجات جديدة ويحورها تبقى حاجة مصري، زي مكرونة بشاميل في الفرن. مكرونة بشاميل في الفرن حاجة مصري جدا، لكن هي مكوناتها أكيد جاية من حتات مختلفة كتير. صحيح. لكن تحولت لأكلة مصرية. ناكلها عادي في بيوتنا، كوسة بشاميل في الفرن ناكلها عادي في بيوتنا، محدش بيفكر هي دي مصري ولا مش مصري. دي قدرة. لما نشوف كتاب أبلة نظيرة أصول الطهي النظري والعامي، اتعمل 1941، في حوالي 800 وصفة مغطية كل شيء من أقصى الصعيد المصري بالويكا بالكشك الصعيدي لغاية الأكلات الفرنساوي والطلياني، احنا ناكلها عادي في بيوتنا.